السلام عليكم ورحمة الله أخوان المزارعين الكرام. اليوم عندنا صنف طماطم 129 في الزرعة المتأخرة، مزروع تقريبا من 90 يوم 85 يوم. ما شاء الله زي ما بتشوفوا الحب العقد، تماثل الثمرة كله ما شاء الله، وين ما تروح كمان كله تقريبا نفس الشيء. ناخذ صورة على الجانب من هون، ما شاء الله. امتى تاريخ الزراعة يا مصطفى؟ تاريخ الزراعة اليوم عندنا احنا 30 اليوم 1/3 تقريبا، اول 12/4/12 كان تاريخ الزراعة. طبعا الزرعة بذرة بالبوكسات دايركت بدون تشتيت. هاي اللي هي ما شاء الله 29 نعم، اللي هي الزرعة المتأخرة هذه، ان شاء الله نتوقع تستمر لاخر سنة. ما شاء الله ما شاء الله، نهايات مرتبة والطرف الزهري ما شاء الله، والتاج ملتصق كمان قوي الالتصاق، زيها زي مثيلتها هون ما شاء الله. حتى النبات إذا بتلاحظوا محمد نبات قوي، عرشه متحمل كمان. هاي زرعة الزرعة الثانية، وين ما تروح يا محمد شوف هون ما شاء الله، وين ما تروح يعني تأخذ نفس النتائج، نفس حتى المسافة بين السلميات إذا بتلاحظ شو متقاربة، شوف المسافة. هنصور هذا يعني ها 30 30 تقريبا، واللي فوقه واللي بعده ما شاء الله كومباكت بلانت يعتبر. حتى هنا السلميات ما شاء الله 30 تقريبا، وبس تنظف الورق ببين بشكل أوضح. هون نفس الشيء